تشهد معارض أهلا رمضان المقامة داخل المجمعات الاستهلاكية إقبالا متزايدا من المواطنين مع اقتراب الشهر الفضيل ويمكن للمواطن الحصول على احتياجاته التي تضخ يوميا بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات تتراوح ما بين 20 و 30% في المئة. من خلال ما يزيد عن 1300 مجمع استهلاكي حكومي على مستوى محافظات الجمهوريه يمكن للمواطن الحصول على احتياجاته التي تضخ يوميا بزياده تصل الى 50% وبتخفيضات تتراوح ما بين ال 20 الى 30% وذلك بتوجيهات رئاسيه كان التعليمات ان احنا لازم نخفض اسعارنا وبالفعل مخفضنا لحد 25 او 30% عن اسعار السوق المقارن آآ آآ تم الضخ الكميات السلع دي من خلال 1300 منفذ التابعين لشركات الشركه القابضه اقبال متزايد من المواطنين مع اقتراب الشهر الفضيل على شراء المنتجات الغذائيه واللحوم فضلا عن المستلزمات الرمضانيه وذلك من خلال معارض اهلا رمضان المقامه داخل المجمعات الاستهلاكيه بنقدم جميع سلع رمضان الشركة العامة عاملة تخفيضات تتجاوز 25% من جميع السلع الغذائية عندنا كراتين رمضان بأسعار مخفضة عندنا جميع أنواع مش بتاع رمضان عندنا جميع أنواع الزيوت عندنا المكرونة عندنا الدقيق بكميات تزيد بتخفيض تزيد عن 25% من السلع الرمضانية ما فيش حاجة مش موجودة والأسعار طبعا غير الأول بكتير والله اللحوم هنا اللي بتعرضها الوزارة لحوم مناسبة وسعرها مناسب وبيعرضوها بسعر كويس جدا فيما توفر المنافذ شنط وكراتين رمضانية تبدأ من 52 جنيها وكبونات بفئات أولها 20 جنيه حتى 200 جنيه تحركات حكومية مستمرة لتوفير السلع للمواطنين تكفي احتياجاتهم مع الإقبال المتزايد هذه الأيام بحلول شهر رمضان الكريم وضبط للأسواق لمنع احتكار أي سلع سالي سالم التلفزيون المصري